تحدثت المقررة الأممية أنيس كالامارا التي انتدبت للتحقيق في قضية صحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي عن أن مسؤولين سعوديين تورطوا في القضية. تصريحات تتوافق مع ما كان أعلنه النائب العام السعودي من اتهام مسؤولين سابقين في هذه القضية. في يناير الماضي مثل 11 متهما بينهم مسؤولون سابقون أمام القضاء السعودي في العاصمة الرياض. ومن المقرر أن تنتهي مهمة كالامار الخاصة بالتحقيق وإعلان النتائج في شهر يونيو المقبل، إلا أن إعلان موقفها جاء مبكرا 4 أشهر. يذكر أن المندوبة تعرضت لانتقادات عديدة بعدم حياديتها نظرا للمواقف السلبية المسبقة التي كانت تتمسك بها وأظهرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك منذ العام 2015. سنتحدث عبر الهاتف إلى جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة عكاظ من جدة، ونحن نشاهد هذه التغريدة تحديدا بعدما كنا شاهدنا تغريدتين سابقتين في الساعة الأولى من العربية الليلة. هذه تغريدة أخرى من عام 2015 ليانيس كالامار: السعودية تقاضي أي شخص يقارن بين نظامها للعدالة ونظام داعش. إذن هذه بعض تغريدات أنيس كالامار التي اعتبرت مسيئة التي كانت مسيئة للمملكة، وبالتالي اعتبرت أنيس كالامار بتحقيقها غير ذات مصداقية، وبالتالي فإن أي نتائج لأي تحقيق سيصدر بعد أشهر من الآن بنيت على هذه الانتقادات التي كانت وجهتها أنيس كالامار رئيسة هذا التحقيق للسعودية.